من منطقة جمنة بولاية قبلي، تجربة نموذجية، تجربة الاقتصاد التضامني لواحات جمنة اللي أشرفت عليها جمعية واحات جمنة بشراكة مع المواطنين أهالي منطقة جمنة في بعد تشاركي، في بعد ديمقراطي، في بعد اقتصادي تضامني، من أجل استغلال واحة هي على ملك الدولة لكن تم تثمينها وحسن استغلالها من خلال توظيف المتأتيات المالية بالكراءات بمبالغ أفضل مما كانت عليه وهي تحت تصرف الدولة، وباش نشوفوا من خلال المدخلين وأعضاء الجمعيات المشاريع والتدخلات اللي قامت بها جمعية واحات جمنة من خلال الموارد المالية اللي أتاحتها حسن التصرف في الواحات هذه، واحات قديمة لكن برؤية جديدة، رؤية الاقتصاد التضامني الاجتماعي والتشاركية المجتمعي. نحكيو على قافيل جسور التعاون القيروان قبلي اليوم للاطلاع على تجربة جمعية حماية واحات جمنة بقبلي، ثم نموذج يمكن يعني يطبق في جهات أخرى منها القيروان، يعني كتجربة جديرة بالاستئناس، كيفاش تنجم على أرض الواقع تطبيق التجربة هذه؟ بالنسبة لساعة القافلة هذه كما قلت هي جات في إطار حبينا نركز الأضواء على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ككل، بحكم أنه فما نص تشريعي صدر في جوان 2020 وما زلت قراراته التطبيقية ما نزلتش، ولكن هو قطاع ثالث جدير أنه نعتني به عناية خاصة ونأمنوا له مسارات باش يكون قطاع بالحق قطاع فعل وعنده حضور وعنده مخرجات اقتصادية واجتماعية. حبينا باش تكون الزيارة علاش الجمنة، ماهيش زيارة هي قصدية الجمنة، باعتبار أن جمنة خاضت تجربة عملية ميدانية كجمعية في استغلال الواحة اللي نحن فيها هذه الضيعة هذه، وشفتوا انتوما كإعلاميين ودرتوا تقريب في المدينة وشفتوا مختلف الإنجازات والمساهمات اللي ساهمت بها الجمعية هذه من مجهود واحد، تدخل في معاهد، في مدارس، في أسواق أسبوعية، في حمام، في ملعب رياضي إلى آخره. معناه شو معناه؟ معناه هذا نمط يصالح الإنسان بمحيطه، هذا نمط يصالح الإنسان بالمجال متاعه اللي الحقيقة نحن في تونس عنا قطيعة فيه وما نجحناش فيه، بالرغم المخطط التنموية منذ الستينات التوى، لكن الحقيقة فما فشل نلقاه معناتها تصحر في مجالاتنا. نشوفوا نفس انت جبت لي على القروان، نشوفوا في القروان، شوفوا المقدرات وفي عمق ريفنا في القروان اش عندنا مقدرات، ولكن فشلنا باش نحولوا المقدرات هذيك ونخرجوا منها حوايج ذات طابع اقتصادي واجتماعي. الور التجربة نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعطينا الفرصة هذه. شنو هي الفرصة؟ هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامن يقوم على الابتكار ويقوم على التشكل الجماعي وعلى المصلحة الجماعية اللي عندها مخارج ربحية نسبية وبقيها تنفتحها للمحيط، تستثمر في محيطك. كما شفتوا اليوم حابين نشوفوا مثال حي اللي هي جمعية جمنة، شوف اش عملت. أنا نتمنى أنه التجربة هذه نتاع جمنة وإن شاء الله نزيدوا نحكيوا عليها أكثر تستأنس بها، فهمتي، كسوى القروان ولا غير القروان. قرانا نحن في القيروان عندنا مثل الأراضي الدولية معناتها فيها زيتون ميت، فيها زيتون ميت، معناها ما أكثرش من هكا. فما شركات أحياء مش مخلصة كراواتها، شركات أحياء مش مخلصة فواتير الضوء وفواتير الماء، وقت اللي هي تحتها مقدرات معناتها تعد معناتها بمئات وبآلاف ساعات الهكتارات وتقاها مفتوحة لمنطقة سقوية وعندها أبار. معناها المشكل في المنوال، نحن شو نحبه؟ احنا ماذا بينا المقدرات هذه تتحط في مدارات ومسارات صحيحة، الدولة هو ملك دولة خاص يتحط لمعالجة إشكاليات اقتصادية واجتماعية بما فيها آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن شاء الله نشوفوها في المقدرات هذه. ألف شكر لك. أعود لي سمح فضل ملعب المرحوم بالقاسم كاشي، مسمينا بالقاسم عيسى، شو يا راكاشي، الملعب الوحيد المعشب في جمنة اللي أنجزته جمعية حماية واحات جمنة،
طبعا احنا هنا كما شفتوا اهتمينا بالجانب التربوي ولكن زاد نتاع الشباب، ولكن زاد نهتموا بالجانب الرياضي كما اهتمينا بالجانب الصحي وما الى ذلك. الملعب هذا ملعب نعتبره ملعب حي، سلمناه للجمعيات الرياضيه هي اللي تتصرف في المداخيل نتاعته. ديما شرطنا انها فقط يراعوا مثلا الطفل اللي ما يتجاوز 15 عام يلعب الماتش نتاعه بدينار و500، والادولت يلعب ب 3000، حين انا كيف باش يمشي يلعب قبل في دوز ولا في قلعه في قبلي يمكن يطلبوا عليه 5 دينارات للبارتي الواحد، احنا هنا 3 دينارات ودينار و500 للاطفال. هذا انه الملعب الوحيد المعشب، الملعب الوحيد المعشب في جمنه 60 سنه استقلال، ما ريناش التعشيب في ملعب نتاع حي والوحيد الى الان. هذا الملعب اللي نزلت والجمعية واحد جمنا مكنت من انه توفير الملعب المعشب هذا للحي للبلاد الكل، هو الشباب الكل يجي يلعب هنا. طبعا المقابل المادي اللي باش يدفع يمشي للجمعيات الرياضيه بشكل عام، معناها يتقاسموا المداخيل نتاع الجمعيات. يعني انتم سلمتوا للجمعيات يصبح مورد للبلديه، والبلديه تتصرف اعطتها للجمعيات الرياضيه ويصبح مورد. هذا هو يتصرفوا في اساسا. هذا هو يعني بعد اخر من التدخلات جمعيه واحات جمنه، البعد الرياضي كيقولوا الرياضه نقولوا الصحه البدنيه الصحه النفسيه الترفيه حاجه من الحاجيات الاساسيه. تو في جزء من ضيعه جمنه ذي النخيل الفتي الصغير اللي زرعتوه بعدين محدث نشوفه في دقله في عرجينها، ما زالت يعني العرجين موجوده في راس امها. السنه عام صعب بالنسبه للنخيل بعد عام الكورونا، جات عام العنكبوته هكا ولا الفلاح واجه برشا صعوبات، وانتم كجمعيه واحات جنب زاده واجهتوا صعوبات. مازلنا نشوفوا دقله مازالت في عرجينها، ويفترض انها توا راهي متسوقه وراهي معناها تقصت، وهذا ربما اثر عليها شوي. تقريبا لنا 3 سنوات وانا عندي فيه. هذا العام الثالث من عمل من ظهور الكورونا تزامن مع ظهور آفة العنكبوت في الشيء. لكن تطورت خلال العامين التاليه المتاليه هذوما، تطورت بشكل غريب ياسر لدرجه عملت مفعول كبير ياسر السنين. الفلاح معناها ما عادش قادر باش يداوي، تكلفة الدواء تكلفة كبيرة ياسر، تكلفة معناها نقولوا احنا الماكينات اللي باش يداوي بها معناها مكلفة ياسر، بالتالي أثرت بشكل كبير ياسر حتى على الإنتاج، ضربت على الأقل تقريبا كما نقول 70% فما 60% مضروبة من الصب. هذا نتيجة زاد جاتنا رياح خلال الموسمية هذه، رياح موسمية في فصل الربيع جاتنا رياح كبيره ياسر معناها اثرت لنا حتى على الجفاف والامراض هذه. ثم حديث عالميا على التغيرات المناخيه. اي كيفاش انتم خاصه كجمعيه الواحات جمنا كيفاش تتعاملوا مع المعطيات العلميه هذه، مع التطورات، مع شح المياه، كيفاش تتعاملوا معها؟ احنا والله كجمعيه معناها عندنا اتاحت لنا الفرصه كما قلوها باش انها هي تتصل بين جمعيات والا ناس يعني بحاثه في انهم هم ينجموا يطوروا العمل وينجموا. لكن المشكله ديما في الامكانيه المساله القانونيه، ان احنا نكونوا نتصرفوا بشكل قانوني ونتعاملوا مع جمعيات وننجموا نتصلوا حتى بالخارج. فما جمعيات من فرنسا في الاقتصاد التضامن الاجتماعي طرحين علينا امكانيه ان معنا التعاون تبادل المعلومات والخبرات. هذا قاعد طرحت علينا، لكن المشكله ان الدوله احنا ما مسكره علينا اذا كان فما امكانيه ان نتحصلوا على الصيغه القانونيه في التصرف رانا نجموا ندخلوا كل الميادين الكل. اولا نعاونوا في مساله البحث على تطوير اللي نقول احنا الانتاج، عمليه البحث انا نلقوا دول العنكبوت هذه محلي معنا داخليا، نجيبوا بحاثه معنا نعملوا مخبر. ما عرفوش الدواء. لا هو يقول لك فما تشخيص وفما دوايات يباعوا فيها، لكن عندها مضره كبيره ياسر قاعده تضر فينا احنا حتى في عمليه النمو نتاع الثمره. انت في فتره معينه هي ما زالت بسر ما زالت ما طبطش، الدواء هذاك ياثر على النمو نتاعها.
توا باش تجمعوا حدكم بالخدامه باش تعملوا ان شاء الله ان شاء الله هذا كل حاجه احنا مستعدين تو هذه هذا الحل اللي شرعين فيه ان شاء الله. واذا كان جانا معناته تاجر واعطانا اللي هو النجم سوم مقبول على الاقل معنا النجم النجم باش تعمل البتة كيما اول بتة ونفوتوا له ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق.